السلام عليكم ورحمة الله. التحرش أحد أمراض العصر اللعينة والتي أصبحت متفشية في مجتمعاتنا، والحقيقة أنه مجرد التفكير في التحرش يجعلني غاضبا جدا. والسبب هو أن التحرش داء يهدد المجتمع من الداخل إلى أن يصبح مجتمعا مأزوما ومجتمعا معقدا. لكن ما هو التحرش؟ ما هي أسبابه؟ وما هي الحلول في مواجهته؟ التحرش هو أي تصرف أو فعل أو قول أو سلوك غير مرحب به من قبل الطرف الآخر يمكن اعتباره تحرشا. والحقيقة أنه يوجد شكل من أشكال التحرش تتجمع فيه جميع أنواع التحرش اللفظي والسلوكي، وهو التحرش الجنسي، لأن فيه ما هو لفظي وفيه ما هو فعلي بحيث يمد المجرم يده إلى الضحية، وفيه ما هو إيحاء لفظي أو بغمزة أو نظرة أو حركة لا أخلاقي. ويمكن القول أن التحرش الجنسي هو أي نوع من أنواع الإجبار أو الإكراه أو الدفع باتجاه فعل جنسي لا أخلاقي وغير مرحب به من قبل الطرف الآخر. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل المتحرش هو شخص سليم ومعافى نفسيا؟ والحقيقة أن معظم الأخصائيين النفسيين يقولون أن المتحرش هو شخص غير سوي على الأقل نفسيا، وإنما هو سايكوباث. والسايكوباث هو شخص مصاب باضطراب معين يجعله لا يبالي بتصرفاته ولا يقدر حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه من جراء أفعاله. شخص مستهتر لا يبالي بالآخرين ولا يراعي شعورهم ولا يعترف بحرمات الآخرين، وإنما يتصرف بناء على ما يريد وما يرغب وما يشتهي. سايكوباث. وقبل أن يهاجمني البعض ويقول أنت تدافع عن المتحرشين بالقول بأنهم أشخاص غير أسوياء وبالتالي هو تصرف خارج عن إرادتهم، أود أن أوضح بما لا يدع مجالا للشك أن مرضهم النفسي لا يعفيهم من المساءلة عن أفعالهم، وإنما نحن نحاول أن نفهم الظاهرة في سياقات متعددة، منها ما هو نفسي ومنها ما هو اجتماعي. إذن وبشكل واضح وصريح، أنا أدين التحرش، أنا ضد التحرش، وأدعوكم جميعا إلى أن تكونوا ضد التحرش. التحرش سلوك غير سوي لشخص منحرف يجب أن يعاقب شرعا وقانونا. وهذا يقودنا للحديث عن رأي الإسلام الواضح والصريح في قول سيدي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. والتحرش هو انتهاك لأعراض الناس، ولأنه انتهاك لأعراض الناس فإن عقوبته شرعا هي عقوبة تعزيرية. إذن التحرش محرم شرعا ويجب أن يحرم قانونا. لا يعقل أن نكون في القرن 21 وأن يكون التحرش مسكوتا عنه أو مفتوح له المجال أن يحدث في الشوارع وأمام أعين ونظر المارة ولا يحرك أحد ساكنا. سلوك غير مقبول وينبئ بأن المجتمع هو مجتمع غير سوي. لكن وللأسف في بعض المجتمعات أصبح التحرش هو سلوكا اجتماعي. توجد إحصائيات في بعض البلدان العربية، إحصائيات مرعبة جدا، وتوضح بما لا يدع مجال للشك أن الغالبية الساحقة من سكان هذه البلدان إما تعرضوا للتحرش أو هم متحرشون. وهذا يؤكد على حجم المأساة وحجم الأزمة التي تعيشها مجتمعاتنا المكبوتة. تشاهد التحرش من قبل أرباب العمل على موظفيهم وموظفاتهم، تشاهد التحرش من قبل الأساتذة والمعلمين تجاه طلابهم، تشاهد التحرش في الجامعات وفي الأماكن العامة كالأسواق. هذا الشيء يؤكد أن الموضوع تطور من مجرد ظاهرة إلى أزمة مجتمع. لا يجب السكوت أبدا عن التحرش، بل يجب أن تتم مناقشته وأن يتم العمل على إيجاد حلول واستراتيجيات مجتمعية تحارب هذا النوع من السلوكيات الشاذة والمنحرفة. وهذا يقودنا للحديث عن أسباب التحرش. أسباب التحرش كثيرة، لكن أبرزها هو غياب منظومة أخلاقية في أي مجتمع. للأسف تخلينا عن قيمنا، قيمنا المحافظة، قيمنا الإسلامية حتى. لم ننجح أيضا في تبني القيم الحداثية التي تمجد الفرد والتي تحارب التحرش من خلال القانون إن لم تحاربه من خلال الشرع. هذا بالإضافة إلى الفراغ. الفراغ عامل مباشر في تشجيع التحرش وفي صناعة التحرش. الفراغ العاطفي، الفراغ الفكري، الفراغ حتى في الوقت بحيث تتمشى في الشوارع وتظل تدور أو تدورين بحثا عن فريسة. وهذا يقودنا للحديث عن أن التحرش ليس فقط موجها للإناث. يوجد تحرش تجاه الرجال. يوجد فيديو شهير جدا على يوتيوب لرجل يتمشى في شوارع نيويورك في تجربة اجتماعية لقياس إن كان الرجال يتعرضون للتحرش، وكانت النتيجة صادمة. الرجال يتعرضون للتحرش وحتى في مجتمعاتنا المحافظة. إذن الفراغ كما قلت الفكري والعاطفي وحتى من خلال الوقت. كيف يعقل أن لا تملأ الأم فراغ ابنتها بشيء مفيد لها؟ وكيف يعقل أن لا يملأ الأب فراغ ابنه؟ لا يجب إطلاقا أن توفر لابنك وابنتك الإمكانية كي يظل يدور في الشوارع بحثا عن شخص يتحرش به. ومن ضمن الأسباب المساهمة في انتشار التحرش هو المنظومة التربوية التي تربي الأجيال المستقبلية على أن لرجل الحق في أن يقول أو يفعل ما يريد، وأن الرجل لا يعيبه شيء. والحقيقة أن الرجل يعيبه ما يعيب المرأة من تصرفات وأفعال وأقوال. الرجل يفترض أن يكون كتلة من المشاعر والأحاسيس وكتلة من الشهامة والمروءة والأخلاق، لا يفترض أن يكون نذلا. فالمتحرش نذل قبل أن يكون غير سوي نفسيا. والمؤسف أن نفس المنظومة هي التي تحتقر المرأة وتقلل من دورها. المرأة لا
ليست مفعولا بها، المرأة نصف المجتمع، لذلك لا يحق لأحد أن يقلل من دور المرأة. وأخيرا وليس آخرا، ما هي الحلول في مواجهة التحرش؟ والحقيقة أنه لا توجد طريقة صحيحة أو خاطئة للتعامل مع فعل التحرش بحد ذاته، لكن هناك أسس ربما لو اتبعناها يمكننا أن نقضي على هذا الفعل في المستقبل، أبرزها القوانين الرادعة، لأن من أمن العقوبة أساء الأدب. من المهم جدا أن تكون هناك قوانين رادعة للمتحرشين، ونهيب بالمشرعين في بلداننا أن تكون التعريفات القانونية للتحرش تعريفات دقيقة، وأن يجنبونا تلك التعريفات الفضفاضة التي تستخدم من قبل البعض للتعسف في أخذ حقوقهم، وحتى من بعض نشطاء المجتمع المدني الذين لديهم أهداف مغرضة ولديهم أجنداتهم الخاصة. من المهم جدا أن يكون التعريف دقيقا ومحكما. طبعا هذا بالإضافة إلى تغيير المناهج الدراسية وتحديثها، وسنظل نكرر ذلك في كل فيديو يعالج مشكلة اجتماعية. من المهم جدا أن تكون المناهج الدراسية على مستوى التطلعات وعلى حجم التحديات، ومن الضروري جدا أن تكون المناهج الدراسية تراعي فكرة أن يحترم كل جنس الجنس الآخر. ولكي أيضا نحارب مشكلة أعمق، وهي مشكلة يحاول البعض أن يسوقها، وهي فكرة المساواة بين الرجل وبين المرأة. الرجل غير مساو للمرأة، ليس لأنها أقل منه، بل لأنهما كيانان مختلفان، والمساواة بينهما شيء ظالم لكليهما. أدوارهما الوظيفية وأدوارهما الاجتماعية تختلف بشكل كامل، لا يعقل إطلاقا أن تساوي بين شيئين مختلفين. المرأة والرجل يشبهان ميسي وكريستيانو في عالم كرة القدم، كلاهما مختلف عن الآخر، كلاهما أدواره مختلفة وأسلوبه مختلف، وحتى مركزه الذي يلعب فيه مختلف. المقارنة بينهما ظالمة لكليهما. إلى أن نراكم في فيديو جديد. هذا كل شيء كان عندنا في الفيديو، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ونشر الفيديو بين أصحابكم، وشكرا، سلام.